رسائل عدة أرادت صنعاء إيصالها من خلال استئناف ضرباتها على مواقع وصفتها بالحساسة والهامة في السعودية. العملية تمت ب15 طائرة مسيرة وصاروخ باليستي، وقيل إنها الأكبر التي تستهدف الرياض وأبها وخميس مشيط وفق ما جاء في البيان. صنعاء قالت إن عملياتها الهجومية حق مشروع وستتوسع أكثر لأنها تأتي ردا على استمرار الحرب والحصار. نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية بعون الله تعالى عملية هجومية كبيرة ومشتركة باتجاه العمق السعودي، عملية توازن الردع الخامسة. هذا وتؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها مستمرة وستتوسع أكثر فأكثر طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا. تطورات تأتي في ظل استمرار المواجهات العنيفة في محافظة مأرب النفطية شرق اليمن، مخلفة الكثير من القتلى والجرحى من الطرفين. وزارة الدفاع في صنعاء قالت إن المعارك تجري تحت غطاء جوي مكثف من المقاتلات الحربية للتحالف. يأتي هذا في وقت تستمر فيه التعزيزات العسكرية بالوصول إلى جبهات القتال. المعارك تحديدا في مدينة مأرب قد استطاعوا الجيش حقيقة أن يحققون تلك الانتصارات الكبيرة جدا وعلى تخوم المدينة، وأصبحت المدينة اليوم تحاصر من كافة الجهات بعد أن اتخذ القرار السياسي وحسم الأمر العسكري. وما هو حاصل الآن هي اللمسات الأخيرة للترتيب الوضع الأمني فقط من أجل الحفاظ على حياة المواطنين وعلى ممتلكاتهم. ومع استمرار التصعيد فإن المشهد يبدو ضبابيا ومفتوحا على احتمالات عدة. يبدو أن الجمود الذي يرافق العملية السياسية والتعثر الأممي في إحراز أي تقدم في هذا المسار قد أرخى بظلاله على الوضع الميداني، لتزداد بذلك التعقيدات أمام الأزمة التي تتفاقم يوما بعد آخر. جمل الأشول، RT، صنعاء.